بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اللاعبين وكنشكر الجمهور على المسانده ديالو الكبيره، حيت عندنا جمهور اللي هو كبير، وفرحت اليوم بالرجوع ديال سيمبير بالوما. ياك قالوا لي بان سيمبير بالوما كانوا اليوم، انا فرحان بليهم بزاف، حيت حتى هما عطاو واحد الدفء للمدرجات. الجمهور عندنا كيبغي الكره، كيبغي الفريق ديالو، غير هو ماشي مسموع علينا، كانوا كيطلبوا منا باش نلعبوا الكره. حنا مسموع، حنا دابا محتاجين بحال اللي قلت للاعبين، حنا راه محتاجين اكثر من راجع، حنا محتاجين النقاط باش نخرجوا من هذه الدوامه ديال الشك، حيت باش نتسلقوا المراتب. اللاعبين قدموا واحد اللقاء تكتيك من الناحيه الدفاعيه في المستوى، داك الشيء اللي طلبت منهم، وانا راه ماشي دفاعي، انا راه معروف عليا خصني نلعب، ولكن على حسب لا كاليتي وعلى حسب الخدمه اللي غنعملوها. انا يلاه جيت في 3 ايام ولا 4 ايام، ولكن من الناحيه الذهنيه اللاعبين كانوا حاضرين، كانوا واجدين، ما كانتش اخطاء كثيره. غلقنا المنافذ على فريق الرجاء البيضاوي، خنقناه في وسط الميدان، حاولنا باش نوقفوا ند اللاعبين هذاك الحسناوي والرضواني الزريده والحافظي، لان كنت عارف السيناريو وقلت لهم بان كاين عندهم اصابات، راه يمكن غيبداو بالحافظي وغيبدا بن جديده، كان عندي هذا السيناريو في بالي. في الاناليز التحليل اللي عملت جبت لهم تحاليل اللي في ضربات الاخطاء، وبالخصوص اللاعب حركاس اللي كان كيمشي للبريمير بوتو، غلقنا عليه هذاك البريمير بوتو الاولاني، لان كانوا هما صعاب في ضربات الاخطاء وسيرتو في الكورنر باش يسجلوا علينا. اللاعبين طبقوا داك الشيء، كان في التعليمات اللي تعطات في التحليل ديال المباراه في المستوى، اللاعبين استوعبوا، ما عليا غير نهنيهم ونزيدوا نشتغلوا في الاتجاه اللي بغينا حنايا. 3 نقاط غادي تسترجع الثقه للاعبين. اللاعبين كما دخلت عندهم الفيسير المستوى ديال الملابس، كتشوف اللاعبين بان رجع عندهم داك الثقه، وداك كانوا محتاجين ليها، ومحتاجين 3 نقاط باش نطلعوا بالفريق ديالنا وبالمدينه ديالنا. تطوان ما كتستاهلش هذه المرتبه هذه، مع في ظل الاكراهات كنتمنى باش كلشي دعم. كنقول كناشد كلشي بصراحه، كناشد كلشي باش يساند الفريق ديالو، لا من الجمهور لا من الاداره في شخص الرئيس اللي كنشكرو بزاف على الثقه اللي وضع فيا ورجعت للفريق. كاين بزاف الناس كيلوموني علاش كنرجع، هذا فريق ديالنا خصنا نتقاتلوا معاه، هذا خصنا نضحيوا معاه، خصنا نكونوا معاه، بحال اللي كرجع لجاسين بريبالوما طلع لهم الدمعه ورجعوا اليوم، خصنا نضحيوا مع الفريق. ومن غير غتقولوا لي من ناحيه شحال من واحد كيقول لي من ناحيه ماديه، الفريق كيدور كيمر من الازمه بحال فاروق كامني، ولكن راه خصنا ندعموا وخصنا نضحيوا كاملين. هذا نداء للجماهير ديالنا، انا عارف الجماهير ديالنا كتموت على الفريق ديالها وكتضحي بكل شيء ديالها. الان الكونترا اللي عندي مساعد مدرب، حيت المدرب السابق باقي ما فسخش العقد، ما قانونيا ما عندهمش الحق باش يجيبوا مدرب الفريق، باقي كيتفاهموا معاه، ما عرفتش واش غيكون مدرب ولا ما غيكونش. انا بالنسبه لي انا راه الاشاره هي كمدرب هي كمساعد. انا بالنسبه لي النتيجه اليوم زادت عطاتني الثقه، زادت عطاتني واحد الحب ديال الجماهير والحب ديال الناس والحب ديالكم، لان حتى انتم كتضحيوا وكذا، يعني لو ما كنتوش ما كتبغيو هذا الفريق ما غاتجيوش. باش هذه خصنا نساو كل المشاكل ونساو هذيك، وخصنا نشجعوا الفريق ديالنا ونوقفوا معاه ونزيدوا نساندوه باش الفريق يرجع لهذاك المستوى. والمشاكل خاطينا من المشاكل، لان حنا عندنا 20 نقطة، المشاكل راه دائما كاينين، حنا خصنا غير باش الفريق ما يطيحش في ذاك الفخ اللي طحنا فيه ديك السنة. لأن أنا قلت واحد الكلام وقلت في الندوة، قلت في 2021 قلت خصنا نمشيو بالنية، أنا قلتها في 2021، كاين نية وكاين صفة، إذا كانت النية وكانت الصفة غادي نمشيو بعيد إن شاء الله، وشكرا.